السلام عليكم شباب بنات، شلونكم اخباركم؟ تمام. اليوم المحاضرة طبعا راح يكون وقتها ساعتين فقط، مو ثلاثة مثل ما نسوي المحاضرة بالميكر سبيس، لان كون احنا يعني تقريبا هسه بس ديزاين راح نشتغل، لان ما عندنا شيء الف جديد. زين، اكو تول تعلمنا عليه بالمحاضرات السابقه استخدمناها، وهسه راح نتعلم بيها شغله جديده، هسه راح نستخدمها لكن بطريقه مختلفه. اللي هي التول اللي اسمها اللوفت، اللي انا اجي اسوي بروفايلات اثنين و اختار عازل اللوفت، راح يربط وياهم ويكون شكل 3 دي شو مال بالصورة هذه اللي تطلع بالديسكربشن مال التول. بس احنا كنا نستخدمها بطريقة محددة، بطريقة واحدة يعني. هسه راح اجرب استخدمها ان يكون اللوفت مالتي على شلون نقول مثل الباث محدد، بحيث يصير الشكل بكيرفات تختلف عن القاعدة والسقف مال هذه القطعة. فمثلا راح أسوي أني مزهرية باستخدام هذا التول. أروح أول شيء يعني من السكتش تول أختار دائرة، وأول شيء أرسمه مثلا القاعدة. خلي السنتر بوينت بأي مكان وانطر قاعدة فد قطر معي، خلينا نقول القاعدة مالتها نسويها 30 سنتيم القطر مالتها او 40، نكتب 4 سنتيم يعني 40 مليمتر. هذه رسمت الدائرة الأولى. اجي احدد ارتفاع المزهريه كلها، شلون؟ انه ارسم خط عمودي على الدائره، ارتفاع راح اخليه هو يساوي الارتفاع المزهريه مالتي. فمثلا المزهريه راح اسويها قد 10 سنتيم مثلا، فاكتب 100، هذا صار ارتفاعها 10. طبعا انا من اصمم احسب حسابات للطابعه مالتي اشوف شنو الليمت مالتها. مثلا الطابعه اللي اشتغلنا احنا بيها الصور الليمت مالتها 17 ارتفاع، فاني فكرت بال 15 بس راح تكون كلش حد وحد، ف مثلا قررت انه اسويها 10 سنتيم ارتفاع المزهريه، حتى خل اصغر القطر مال المزهريه كلها، ما محتاج انا في شيء كبير لان دا تست واطبع 3، ف اسويها مثلا 25 يعني 2.5. تمام، اجي هنا ارسم الدائره مال القطعه او الدائره الفوقانيه مال المزهريه مثلا. هاي طبعا دائما تكون صغيرة، فنسويها مثلا سنتيم ونص اللي هي 15 ملم حجم. هسه ذني اذا اريد اسوي بينات اللوف، هسه راح اوقف هذا، راح احصل اسطوانة او فد شكل مخروطي، بس انا شلون اريد اسوي شكل مزهري. يعني شوفوا شلون صار، صار بهالشكل. بس انا ما اريد هذا، كنترول زد راح ارجع على السكتش اعدل عليه، لازم نقول له اديت سكتش. طبعا مثل ما قلت لكم لازم اذا تريد تعدل على السكتش رايت كليك وتسوي له اديت.
هنا ايش حسوي؟ راح اجي اجر خط من هذه النقطة، لا سوري هذا مو من السنتر، يعني حاخذ خط من السنتر للسنتر. طيب هذا لازم نبقى عليه هيك. اخذ من نام السنتر احسن، خط من نام السنتر، نفس الشيء بالنسبه للدائره الجوه، حاخذ منه خط لهنا هسه انا شنو بس حصلت نقط، انا بدي احصل نقطتين يعني مقابله بشكل متماثل. فسويت هذه الطريقة، انه اخذت خط من هذا السنتر، من السنتر لهذا الطرف ومن السنتر لهذا الطرف، بحيث ان النقطتين متقابلات 100%. نفس الشيء بالنسبة لهاي النقطة الجوة او الدائرة الجوة العفو، ايضا سويت خط يقطعها بالنص. هذا كله بس حتى اثبت عليه. راح اجي ارسم بالسكتش، يعني لو اباعلها هسه من الجانب ليفت فيو، ايش راح يصير؟ يعني راح احاول ارسم فد رسم على هذا المحور انه شكله شكل مزهري، اللي هو يصير عبارة عن كيرفات. طبعا هاي المزهرية ايضا اقدر ارسمها في عازل الريفولف، اللي هو ارسم خط. هي طبعا دي طريقة اسهل، بس حتى احنا الغرض حتى نتعلم كل تول شلون نستخدمها. اروح على هذا اللي اسمه سبلاين، اللي هو عبارة عن خط متعرج، هذا هو اللي راح استخدمه. او اقدر استخدم الاقواس للسهوله، بس انا راح استخدم هذا. اختار السبلاين، والمحور اللي ارسم عليه هو هذا. لازم النقطه الاولى من راح ابدي، راح ابدي منها، بعدين راح اختار هذا المحور. حتى شنو يصير عند الرسم طيب عليه. طبعا انا اقدر اخلي دوائر ايضا باقطار مختلفه اسيطر، بس هسه ما اقدر. هسه شنو لازم أباعد زاوية حتى أحدد نقطة المنتصف؟ شوف هنا هسه صار عندي إشكال بالرسم. أتصور أو لا ماكو إشكال. لا ما طول صار عندي هذه الفرة، ما عاد أكو مشكلة. هسه إذا باعده من فوق، لا لا هسه ماكو مشكلة، المفروض الرسم جاي مضبوط. يعني من دابا على من فوق عدل. لو هذا شوية زاوية
تمام. لا هسه هو صحيح كله الخط صاير على محور واحد، يعني ما ممتد على محور ثاني. تمام هسه على هذا الشكل أنا أقدر أسوي لوفت للمزهرية، بس هنا هسه راح تظهر عندي مشكلة. أنا لازم أكرر هذا الشكل أو هذا الخط اللي رسمته، لازم أكرره مثلا كم مكان يلا يطلع عندي شكل مضبوط مضبوط 100%. بس خل اجرب هسه بدونها. هسه اروح، المفروض هذا الخط بعد ما احتاجه، انا حصلت الارتفاع اللي اريده، ف اروح على اللوفت واختار نوع الجايد. هذا يكون الريلز، هو النوع يسموه ريلز، اكو ريلز واكو السنتر لاين، فشي ارسم بالنص وعلى اساسه يصير اللوفت. فهسه اجي على هاي قبال الريلز اختارها حتى اقدر اختار الريل مالتي. نوع اعتراض على ان شاء الله يقول ان الريل ما تطخ كل البروفايل. هسه هذا طاقته. هذا الخط يسبب لي مشكلة انه مرتبط بيه. وين اروح الغي تشين سلكشن؟ هذا تشين سلكشن دي يسوي لي مشكلة. هسه قبل يختار الريل، لان انا اريد اسوي لوفت لي فوق وهذا الخط موازي للشكل، فراح يعترض ما يقبل يسوي لوفت. بعدها اروح على البروفايلز اسوي انيبل للسلكتر مالتهم حتى ابدي اختار. هذا دي يسبب لي مشكلة، لازم امسحه. لازم امسح هذا الخط قبل ما اشتغل. هذا الخط هم لازم امسحه، لان دي اقسم لي الدائرة نصين، انا اريدها قطعة واحدة. ارجع على اللوك مرة ثانية، اتأكد انه ما في سلكشن، اختار الجايد وبعدين اختار البروفايلات. بعدين هذا الاول وهذا الثاني، فهسه صح اخذ الشكل، بس شنو طلع رايح اتجاه واحد. ففي الاباء الجانبي ما طلع بالشكل اللي اريده، اني طلع فد شي مشوه. هذا راح اكنسله. لازم هذا الخط انقل للجهة الثانية، يعني اسوي له كوبي وانقل للجهة الثانية. هذا بقي الخط احتاجه، راح اجي على اعاز الموف، او عندي فد شي اسمه سيركولار باترن ممكن يخدم. سكتش شلون كنا بالاوتوكاد اذا تتذكرون، اكو الريكتانجلر باترن اكو السيركلر باترن والباث. هذا نفس الشيء، او العفو يسميه اري، هناك كان بالاوتوكاد، هنا يسميه باترن. فهذا السيركلر باترن تختاره، يقول لك اختار الاوبجكت اللي تريد تكرره او تفره. فالاوبجكت اللي اريد افره هو هذا، وهسه يريد السنتر بوينت. سنتر بوينت يا اما هذا يا اما هذا، فاختار هاي النقطة. هذه صارت هي السنتر بوينت. شوف كرر ليها 3 مرات، اقدر ازيد. اقدر ازيد عددهم، خلي اجرب اذا باثنين راح يشتغل عندي لو لا. اوكي هسه شنو؟ شوف شلون تكرر عليها، هيك صار. ولو هي شكلها مع البطن مو مع المزهرية، بس ماشي. راح اقول له فينيش سكيل. هذا لازم اشيله هسه حاليا. بعد هذا انتفت من الحاجة، الخط جيت شلته.
هسه ارجع مرة الاخلاق اسوي، اختار الدايرز هذه وهذه، اختارهم اثنيناتهم عادي، اقبل اختار اثنين اربعة عشرة، واقول له هذا البروفايل اول وهذا البروفايل. هسه اوكي هي تباوعها منا صار شكل المزهرية، بس منا طلعت بطل مال مايونيز، احنا لازم نفرها بعد. لازم نزيد عدد هذه الخطوط. ارجع هنا الى سكتش، كل شيء طلع لي هيستوري. اوكي اديت سكتش اسوي رايت كليك اديت سكتش. هنا طبعا كان المفروض يطلع لي بالهيستوري انه اني سويت سيركلر باترن، او ممكن اكررها بس الظاهر بعد ما وقعتها بالفرن. راح امسح هذا الخط هسه وحرد اسوي سيركلر، انا مسحته طبعا حتى لا يصير فوق، فراح ارجع للسيركلر باترن مره ثانيه، الاوبجكت فعل عن الاوبجكت سيلكتر من هنا، والسنتر بوينت سيلكتر هذا فعله حتى اختار مركز الدوران. هالمرة زياد راح اسويهم، راح اسويهم اربعة. اربع قايدات، خلينا نشوف شنو الشكل راح يصير. مرة الاخرى اروح على اللوفت كار سيلكت مال ريلز، ويكون هذا الاختيار غير يعني مختاره، هذه وهذه وهذه وهذه، بعدين اختار البروفايل. هسه شنو صار شكلها مظلع، نضبط مو مو مزهرية. طبعا هنا السيتنج هذه المفروض هم تغير على الشكل لا هنا بيهم تم اختيار ذني تمام. هسه شوف هذا شلون قدرت اسوي لف على الجايد ريلز، هذه كل ما راح ازيد الجايد ريلز راح في يصير عندي يكون الشكل اكثر سموث او اكثر متناسق اذا تسوي ده. لا الشكل حاليا مو مفرغ، سوري يعني مو هذا اللي اجرب كم شغله بيه. اذا بدي اسوي مفرغ لازم من السيرفس تولز، هسه ارجع اسوي من السيرفس تولز، بس انا اذا اتست اللوك لان راح يعطيني نفس النتيجه. هذه مو مفيدة هذه العملية، بس راح احاول ازيد الخطوط مرة اخرى، اخليه الغي اللوفت وراح ارجع مرتاح. طبعا سويت كنترول زد ورجعت، هالمرة راح ازيد عددهم
هذا السنتر لاين. راح أسوي عدد كبير، مثلا سويت 10، هو أكيد كل ما أزيد كل ما راح يكون الشكل سموذ أكثر. أسوي أكثر بعد. صار هسه مثلا 33 او اكثر، هذا الشكل راح يعطيني ان الاوتبوت يكون سموث اكثر. سوري، نسوي مثلا 40 نكتب لهنا. اوكي، هذه صار ان مجموعة من الجايد ريلز هي حتى الشكل يكون سموث أكثر. أجي على الجايد ريلز، هذا صار عدد كبير ف اختارهم. تمام، هسه لحد جايد ريل 40 يعني كلهم اختاريتهم. هسه بعد أجي على البروفايلز اختارهن، اللي هي هذه وهذه. شوية راح أتأخر لأن صار بروسيس واي بي. هنا الشكل شو تشوفون شلون بعد بآثار، بس هو النتيجة مالته أفضل. إذا أجي أباع له من فوق باع شكله صار دائري. تمام حبايبي، بس هاي الفكرة واضحة، فهمتوا شنو اللي صار. أحد عنده استفسار؟ بالمناسبة أي شيء نشرحه بالإلكتروني يصير تاسك، يعني هذه كلها لازم تسويها وراي وتدزوا لي إياها. زين، هسه أنا إذا أريدها مثقوبة من الداخل أقدر يا إما أرسم دائرتين إنه ببطنها وهيج سوالف أصغر، بس لا أحصل عملية معقدة هنا بالنسبة للدوس، أحصل كلش معقدة إنه مو بس تسوي دوائر أصغر، لازم الجايد ريلز تسويهم اصغر، يعني تجمعهم وتقربهم من بعض هيك، فراح يصير البروسس كلش طويله. السنتيم ونص اي جزء مو كافي. زين، هسه قلت لكم لا استخدم اللوفت والسوليد تولز راح العمليه تطول كلش، فارجع كنترول زد الى منخب لللوفت، او اقدر من اجي امسح اللوفت وارجع السكتش من هنا. هذا ارجع. هسه اروح على السيرفس تولز، اروح على اللوفت، هذا اللوفت، اختار الجايد ريلز ذني، اجي اتاكد انه كلهم اختاريتهم. اوكي، هسه اختار البروفايلز، هاي وهاي. هسه صارت مفرغة من الداخل. هنا
هنا صارت عندي شغلة إنه هذه تبقى مفتوحة بالسيرفس تولز. أكو هنا إعازة اسمه باتش بالسيرفس، إنه سيرفس يغطى. أوكي، فيقول لي boundary edges اللي هم هذول و group edges أجمع. هسه هذا نسد، يعني من هذا يقول لي انه نسد، بس من هذا اشوف الارضية بشوف صارت هسه ارضية عندي بيعاز البات. اللي صار هو كالتالي، جيت عليه عاز اسمه باتش. الباتش هذا بالسيرفس اذا اكو فد بلين معين يحاول، يعني من دائرة، يعني حتى لو دائرة عادية مو بس هذه الفتحة، فتختاره كله يملي الجسم يسوي ماتيريال بس بصيغة سيرفس. بس هسه هذا شنو، هذا منفصل صار عن الجسم. اذا اروح على البوديز راح ألقاها هذا عبارة عن قطعة منفصلة عن هذا، اعتبر جسم الوحدة. فأكو هنا تول اسمها ستيتش راح تربط لي هذا بهذا، اللي هي هذه. هذا يقول لي اختار السيرفسز تقدر تسوي لها ستيتش، ويقول له اوكي. شوف تحول لونه من الاصفر الى سيلفر، معناها انه هذا صار قطعه واحده وياه، يعني صار عندي بودي وان بس جسم واحد. ستيتش يعني خياطه، فخيط هذا السيرفس بذاك السيرفس. هسه هذه صارت مفرغه حتى اسويها ماتيريال حقيقي، انطيها اعاز تكن. يقول لي اختار الفيسز، هذا هو الفيس، واجي بعد انطي ثيكنس للماتيريال من عندي، فمثلا اقول له 5 مللي هذه انطيها. مش مقبل يسوي اوكي. شنو تشين سلكشن؟ شوف البرنامج شوي طبعا ثقيل، انا حتى حاسب تتذيل بيه. يقول لي اكو ايرور، هنا طلع لي الايرور مسج يقول لي الاوبريشن would cause large topology change try adjusting the values changing the input geometry. اعتراض يمكن لان بي هواي اضلاع صار، فيمكن يكون هذا السبب سبب مشكله. نجرب السمك الأقل. شوف يعني حتى مرات إذا تشغل الطلب هاي أوبريشن البرنامج يثقل. همي أنا ما قبل بيه.
هذه همي أنا أعترض عليه. عموما هاي المشكلة بسبب أنه استخدمنا على الأغلب، يعني لأن الشكل صار مو دائرة منتظم، فهذا سبب مشكلة بهواي أضلاع بتصير بهواي حسابات. ف يعني حتى البرنامج اعتراض صفر، يعني حتى البرنامج ده يبقى. شوف هسا كل البرنامج واقف عندي، عندي يدي يعالج بيانات وقياسات، ف ثقل. شوف للداخل قبل، من صار بالسالب قبل. صح ثقل البرنامج بس قبل. شوف هسه اختفى السيرفس، صار عندي سوليد بودي، بس شنو من الداخل لا يطلع ما بيه. شوف هنا القاعدة رجعت انفتحت بسبب انه هذا صار هدن. ليش؟ تأمنا ما سويت له ثكن. فهذه هم كان المفروض انتبه لها. هذا راح اسوي له ثكن واحد، لان شفتوا العملية ايش قد اخذت. ف نسوي له ثكن واحدة، هذا هم نعطيه ناقص 2 حتى يروح للداخل. احنا عندنا بصار بودي جديد يعتبر، هم لازم اضيف الذاكرة كسوليد، بس سوليد التول اسمها كومباين. صار هذا وهذا ودمج لي اياهم، هسه راح صار جسم واحد. صاحبي قطعتين بس هو جسم واحد يعتبر. تمام هسه كل شيء واضح. أحد عنده استفسار؟ زين. هذا أقدر أخفيه، أرجع السكتش مالتي حتى أشتغله بغير طريقة، طريقة أفضل. اللي هي انه راح امسح الرايلز، بقي ريل وحده، وراح استخدم اعاز الريفولف اللي احنا جربناه استخدمناه اثناء المحاضرات الحضوريه. المهم يعني هنا ما يطلع السيركولار باترن بالهيستوري، ف يحتاج انه امسحهم. شو اسوي؟ راح احددهم كلهم وبعدين ادوس الكنترول بالكيبورد و ابقي واحدة يعني استثنيها، هذه طلعت بالسلكشن، وامسح دول كلهم. بقالي بس هذا
انتظر شوي الحاسب يصف نت. بس ثواني حبايب. تمام. بس شنو يبقى عندي هنا؟ طبعا اكو تعديل لازم اسويه، انه هاي بما انه اريدها مغلقه فخلي خط اسوي اديت سكتش. هذا اديت سكتش، ارجع ارسم خط من المنتصف لوين؟ لهذه النقطه. بس هذا الخط احتاجه لان شنو؟ من فوق هي اوريدي مفتوحه. هاي الدائره امسحها بعد ما اريدها. بس راح تواجهنا مشكلة، تتذكرون بالمحاضرات السابقة انه من اختار محور وال الاوبجكت اللي اريد اسوي له ريفولف او الخط اللي اريد اسوي له ريفولف يكون عمودي عليه، العملية ما راح تنجح. فانا هسه راح اجرب نعيد التجربة، طبعا نشتغل بالسيرفس افضل حتى شنو الجسم يكون مفرغ. اجي على الريفولف، اختار البروفايل، هذه، واختار ال وهنا يطلب محور دوران، فاوريدي يعني ما راح اقدر اختار محور دوران ما مسوي، لازم اطلع ارجع عدد سكتش حتى شنو ارسم محور دوران. محور الدوران اريد يكون بهذا، لازم افوت شيء عمودي. شوية أباوع بزاوية، سوري. كان هي العملية شوي تدوخ. نعتمد الأطباع هيج هيج. اوكي ارسم خط هيك لعد حتى سهل علي، وبعدها ارسم جوا خط ثاني. هم اختار محور عمودي، لا سوري هذا بي خطأ، جدا المفروض يكون عدل طبعا. ارسم خط ثاني واقول له فينيش سكتش. بس هسه انا اللي اتوقع انه راح يعترض عقب يطلع ايرور مثل ما شفنا بالمحاضرة اللي اخذناها حضوري. هذا امسحه، زين. هسه اروح ارجع على الريفولف هذا البروفايل واختار المحور مال الدوران. العجيب انه ما اعترف. اوكي من ادوس له اوكي يعترف. بس انا شنو لازم اسوي؟ لازم هذا الخط افره اخليه شنو متوازي ويا هذا المحور، لان انا بالبدايه الدائره من رسمتها هذا اختارت هذا المحور،
فهذا سبب شنو عندي مشكلة. أرجع أدت سكتش مرة ثانية للموديفاي، أختار موف وأختار الأوبجكت. هو طبعا يحتاج يفتر باتجاهين أو أكثر من اتجاه. هذا عندي اتجاه، أنا هذا مو دقيق، احتمال هذا هم يسبب مشكلة. يعني كان المفروض أحسب حسابي من البداية. المهم بعد لازم أفر أفر الأخ نايمة على المحور، بس أنا أريد أشيك شغلة. ما قلت له اسوي له موف. شوف هذا صار في مشكلة، صارت ديليت. ما اعرف ليه البرنامج صار ثقيل كلش عندي. ارجع اسوي الايدت سكتش مو اللي فاهم مو من هذا فراش جت 90 درجة او اي 90 90 درجة. هسه ذا بالا طبعا مايل، مو عدل 100%. بعد شلون بيعوج؟ هذه ما احتاجها بعد. أنا لازم أرجع أسوي المحور، أنا موتي محور الدوران هم أديت سكتش. أرسم ما يخاف وأكمله يقول له فينيش سكتش. أو شوف هنا خطأت، لازم أسوي القاعدة مالتها. شوف هنا صار اكثر، ما اعرف اذا انتبهت ولا لا، ان الايرور مسج ده يحكي عن اللوف 2 اللي هو اوريدي هذا البودي، ان هذا مرتبط فيه، فاحتمال هذا السبب انه دي يسبب مشكلة. حتى هذا من الهستر لازم امسحه. بعد ما خلي امسح هذا اللوفت جيت قلنا شوية صفحة منتظرة. إذن إذا يسبب مشاكل هم راح أمسحهن، تعرف على الثكن. هذا غلط رسمي. لازم أحسب حساب القاعدة.
فهم راح اسوي له اديت سكتش. احنا سوري اديت سكتش، احنا كان المفروض القطر 25، فهذا الخط لازم يصير نص القطر اللي هو 12 ونص، 12.5. واجي ارسم الخط مال محور الدوران، اسوي قطعتين حتى اقدر امسح واحد وما اخليه لامسه مضبوط 100%. هذا البروفايل وهذا الاكسس، نشوف يقبله. اوكي هسه هنا أنا قبل لان ما كان عمودي واعتبره فشي مقبول. هذا الثلاث معون عليها صارت كلش سمود بعزا الرفوف. هسه اجي اقدر استخدم التيكن تول، شوف هسه صار طبيعي لان الجسم شنو مالتي صار منتظم اكثر، ما بي تعقيد وعمليات حسابيه هوايه، فقبل اني اسوي له ثكن بسهوله. تشوه هالشكل. أرجع مكان السكن. صار في نفس المشكلة. كأنه يعني صار جسم بداخل جسم. احتمال يعني هذا بسبب الريفولف، قلت لكم انه بميلان مشكلة، فمن المحتمل ان يكون هو هذا السبب. هسه طلع الشكل الصحيح وكأنما بداخله اكو شكل ثاني.
حتى لو سويت الكومباين هو أصلا كومباين جسم، جسم واحد. السبب هو بسبب الخطأ، أنا أقول لكم بسبب إنه ما مرسوم عدل. هنا أشوف لغاية التشيننج ما كان هو البودي أوريدي هنا. والله خليني أمسحهم. أوكي خليني أجرب هسه ما أسوي ثيكن. أنا لغاية التشيننج خلينا نشوف بالكت. نفس المشكلة. عموما هذا بسبب انه الريفولف مكان مضبوط مالتي. هاي طبعا كلها كنترولز رجعت. ارجع للمكان الاصلي. ف شو راح اسوي؟ راح امسحهم كلهن وأبقي هذه اللي جاية ويا السنتر. حددتهم كلهم، بسوي كنترول واستثني منهم هاي، بس اضغط عليها حتى تصير ان سيلكتد. ماذا تقبل؟ وأبقي هذه العدلة اللي هي المفروض معي. هذه استثنيتها اللي هي ويا هذا الخط، والبقية كلهم أسوي لهم ديليت. تمام حبايب، خلصت الاستراحة، نرجع لمحاضرتنا. هذه فد تول هسه أقدر من خلالها أضيف صورة أدخلها على الديزاين إذا أردت أرسم عليها. طبعا راح أطرقنا بعدين، خلينا نكمل هذا نرجع لموضوع الصورة. هسه انا هذا طلعت ليها مفروض عمودي 100% هو الاصلي، حتى مني اميل على هذا الفيس انه ما تكون بيه زاويه.
أرجع مرة لحال الروتيت تول، هنا أسويها سكتش أوبجكت، أختار هذا وأفر. هذا أقدر أكتب كتابة ناقص 90 وانتهى الموضوع، يكون انقلب. كلهم سهلا على أمل أنه هاي تقلل لي يعني تحل مشاكل السرعة. هسه انا راح اسوي اديت سكتش مره ثانيه، بس على مود اسوي المحور مال الدوران والقطر احدده. حبايب بقيه تسمعوني؟ تمام. هسه ارسم خط من هنا اللي هو قلنا يمثل لي نصف القطر، فاسوي 12 ونص لين. انا ايش قد رددتها؟ رددتها 25. سوري حبايب، بس مايكات من بلا زحمة. هسه المفروض الريفولف يكون بلا مشاكل، المفروض يعني هذا تشيننج. ابغي اختار الاوبجكت والاكسس. المفروض هسه من اسوي ثيكن ما في مشكلة. لو صارت مشكلة أكبر عجيب. شوف هسه من دا اعطيه ثكنس قليل دا يقبل، انطاته ثكنس قليل اللي هو 2 ملم قبله، بس من انطاته ثكنس عالي صارت المشكلة. هذا اختفت ما صارت.
لأنه أنا ما مختارها، فأرجع للسكن. الكريت طبعا بالسولد نفسها موجودة، التول أقدر أستخدمها، فأختارهم ذول اثنيناتهم. ما أعرف يعني، هذا صارت فيه شوية مشاكل. المهم يعني هذا لحد الاثنين ملم اوكي، بس فوقها هذا تصير مشاكل حسب الثكن. هذا طبعا راح احاول القى لها حل، و يعني بالمحاضرة القادمة ان شاء الله ابلغكم شنو الحل كانت. شوف هنا أنا حتى هذا التول ما يقبل عن حد الاثنين منهم. ما اعرف صراحة، ما اعرف شنو حل المشكلة حاليا، لازم ابحث فيها. هسه نرجع لموضوع، اذا كان عندي صورة اريد اسوي لها انسيرت بالديزاين مالتي وارسم عليها وبعدين احولها 3D، اول خطوه اروح على السكتش، اختار هذا المحور، احجي ارسم مربع او اي شيء، يعني ولا مربع، المهم ارسم في الشكل، نقول له 200 في 200. بعدها اروح على الانسيرت، اختار كانفاس، يوحي داخل لي عباره عن صوره مثلا هذه، ويقول لي select face، هذا الفيس هو مالتي، فأنا أقدر أحركها بعدين أسوي offset وهيك شي. بعدها أمسح هذا ما أريده، أوكي تبقى عندي الصورة.
أو أبقي أفضل حتى أعرف حدود الرسم مالتي، مو في مشكلة، خل أمسحه. ما أطلق أسوي سكتش على هذا المحور، وأجي هذا الاستخدام السبلاين، راح أحاول أرسم على هذه الصورة حيث أقدر أوصل خطوط. طبعا هذه بعدين العواجات اقدر اعدلها اني. طلعت بهالشكل. هذه بعد انا اقدر اعدلها شوية، عندي ذني الهاندلز اللي تخلي فور، او حتى اغير موقع النقطة نفسها في حال يعني انه اردت اضبط الشكل اكثر. تقدر من خلال هاي الهاندلز تحكمه بشكل حتى النقطة غير موقعها إذا عرفتها. يعني هذا شلون النود اديتنج بالآر دي وركس. أقدر أضيف مفروض اوكي، هذه شفت شلون رايت كليك وانسيرتد بوينت، يخليني اضيف بعد نقاط حتى اقدر اتحكم بيها. اقدر اضيف لهاندل رايت كليك على النقطه وبالاكتيفيت اكتيفيت تانجنت انجل. تشوفون دني ضفتها تجدد، كانت مختفية التانجنت هاندل، فرايت كليك واكتيفيت. بعد ادوسها مرت الاخ المفروض اخذ شيء وقفنا. اكو كيرفتشر هاندل هم تحكم بيه. عموما يعني هذا شلون بعد ما ارسم اعدل. حاول قدر الإمكان أضبطه. هذا شيء أسحبه منه، أقل الكيرفتشر يصير عدل، هي شيء إيش قضايا. هذا مثلا أسوي مثلث،
هذا هسه مثلا تحول الى رسم، ما راح اسوي كله لان العمليه طويله، فراح اسوي له، اجي اسوي له اكسترود. فمن خلال الرسم حصلت شيء مقارب لهذه، انطبعتها 3D. هذا استلا عندك فد شكل تريد تسويه 3D، فبالإمكان تستخدم هاي الطريقة حتى ترسم. والله علي ما أعرف بالفوتوشوب هذا الماجيك سيلك شو يسوي. هو بالمناسبة يعني مو بس هذه الطريقة طبعا، أقدر الصورة أحولها فيكتور وآخذها. والله خلي ادور بحاسبتي مثلا اذا اكو فيكتور للصورة. نعم، واحدة من الطرق. صور هذه موجودة، والله خلي اجرب. لا هذا ما بي الفيوجن، ما بي هاي الحركة، بس اقدر اخذ الدي اكس اف مالتي. سوري، من الانسيرت نسيت، هذه دي اكس اف. هنا تختار المحور، تختار السكتش، ممكن هذا. اوكي تمام، طلع هذا الشكل كامل عندي. سيمبل سكتش اكس ديستنس واي ديستنس، يعني اسمه ميتر. عموما هذا يعني سنة بعد أكبره، خليه أول شيء آخر منه. scale هذا اسوي له edit sketch واسوي له scale. sketch scale هذا، اختار فد نقطة يعني بأي مكان وكبره. اوكي طبعا اذا ذكبره بنسبة معينة تذكرون شلون كنا ناخذ ابعاده ونقسم على البعد المطلوب ونطلع فاكتور نضرب بيه. اوكي خلينا نشوف ايش قد ابعاده مثلا نعملها هنا، يعني سلطانة في شيء تقريبا هذا 5 سنتيم مثلا توتال مالته، فأقدر أكبره بعد.
فهذا هسه اقدر اسوي له اكسترود. لا ما قدرت، والسبب انه هذا مو كله هذا مو مغلق. سبب انه هذا مو مغلق ف هاي ما معتبرة خطوط متصلة، فلذلك السبب هي صارت ما يقبل يسويها 3D operation. قبل يسويها هي، شو اسمه قبل يسويها فول اكسترود هذا لازم اعالج الرسم ال2D انه اسوي قطعة واحدة. هذا هم يعني لازم هسه أربطه بطريقة ما حتى أقدر أسوي الإكسترود. فهي المشكلة صارت إنه ما ممكن بالصورة نفسها شوية، لأن واضحة صارت مشاكل. عموما لازم أحول إلى كيرف مغلق حتى أقدر أسويه 3D. هذا قلنا يا اما نرسم بعد على الصورة او نجيب كدي اكس اف. هذا طبعا احاول بيها وابلغكم بالحل مالتها شنو. هسه خلينا ناخذ فد
براكتس أخير ننهي بمحاضرتنا شلون نصمم إن شاء الله. فمثلا راح أصمم كوب صمم بال3D. طبعا الكوب بسيط أكيد. شوفوا شلون راح أصممه. خلي أسوي هايد لهذا، ما أحتاجه. هذا أسوي له هايد لهذا. هذه الصورة أقدر أمسحها إذا ضوجتني أو أخفيها. من عندي كانفاس موجودة. زين. أنا ليش اخترت أرجع على السكتش. اختار هذا، وأول شيء أرسم القاعدة مال الكوب. هنقول الكوب هذا قاعدته 8 سنتيم، يعني 80 مليمتر. زين، شلون أسوي كوب هسه؟ يمكن تقولون نقدر بالسيرفس ونسوي له ثكن. إي أوكي، تقدرون بهذه الطريقة، أو أكو طريقة بديلة. راح أرسم دائرة بنصه. طبعا الفرق بين هذه الدائرة وهذه راح يكون هو الثيكنس مال الكوب. خلينا نقول إن الثيكنس مال مادة الكوب هي 7 مليم، أو عفو الدائرة لازم تكون نفس قطر الدائرة الخارجية ناقص 7، اللي هو ايش قد من قطرها؟ نصف القطر 40، يعني 80. حتى يكون عندي فارق 7 لازم اختار، يعني في الدائرة يكون فرقها من هنا 7 مليم، واللي هي راح تكون بدال 80. ايش قد اكتب؟ 80 ناقصا، طبعا راح تكون ناقصا 14، مو 7، فراح تصير 66 قطرة دائرة. هسه إذا أجي أسوي مجر أو أرسم خط، أقدر أقيس بالخط. ناش قد عندي 7 ملم، كان هسه هذا طلع لي طول الخط 7 ملم. مالي اوكي، هو هذا انا اللي احتاجه. ايش راح اسوي؟ حسوي كوب عادي، يعني ما بيه فسفيكات. اول شيء اجي اسوي اكسترود بس هذه، او العفو الدائره كلها اللي راح اسوي الثكنس مال قاعده هم 7. طبعا لازم الاكسترود مالته عبارة عن 7 مليم. بعد شو اسوي؟ مو اختفى عندي السكتش نفسه، ارد ابحره من الاكسترود. ارجع هذا اذا صعد راح يقطع، يعني هو شنو اوتوماتيكيا يسوي قطع. بس انا شو اسوي؟ من اسوي جوين، راح اتحول الى بودي واسوي ارتفاع الكوب مثلا 10 سنتيم، ولو ما كنت في كوب بس اوكي ماشي. كوب عادي سويت، ما في التفاصيل. هذه اللي فوق اقدر اسوي لها فلت من هنا، يا اما اختار الفيس او اختار حواف 2. راح اختار الفيس وانطيه 3.5 مثلا، 3.5 نص السبعة. اوكي صار عندي هذا كوب، بقت بس
الإذن مال في الكوب. هذا طبعا اكو عدة طرق اقدر اسويها بيها، اللي هي ممكن بالإعاز السويب يشتغل عندي هنا، ذكروني إعاز السويب. فأيضا أروح سكتش، اختار هالمرة هذا المحور، اوكي اختار هذا المحور مثلا، هسوي المقطع مالته خلينا نقول بيضاوي، اروح على الاليبس. بس شنو راح اسوي؟ راح ارسم على هذا المحور الاليبس مالتي. طبعا هسه باي مكان ارسمه، راح اجي اليبس، اوكي انا اختاريته. ما يطلب مني بعدين بالإلبس، طول وعرض، فهذا البعد راح أسويه شوي أطول. فمثلا أسويه هذا، راح أسويه 10 أو 12 ملم 1.2. هسه يختار لي البعد الثاني أريده، مثلا اسوي 7. اوكي اجي هسه بعد مين من السبلاين او ارك استخدم كيفي، بعد اني اكمل على هذا المحور حبايله بهالجانب. طبعا اكيد يعني مو من المنطقة ان يكون ال اليد حجمها ما متناسب للكوب او هيك شيء. مثلا هنا هنا هذا صار صغير طبعا. الأفضل مو هيك أرسم، حتى أحدد طوله أرسم لي خط. هذا سوي إديت سكتش وياه نفس السكتش، أرسم في الخط هذا بقى على جانبي، حتى قارن يعني مقارنة نظرية ويا حجم الكوب. راح انزل اوكي هذا تمام. هسه لازم ارتب خاتم الشكل، فقط احط نقطة هنا وباع على جانبي، خلي بالي انه هاي النهاية. أجي بعد أقدر أعدل عليه. أبغى على جانبي وأبدأ أعدل.
ده عارف ليش من الاخوة يعدد. اوكي اوكي صار فتح خطأ بحيث انه ما قبل يعدل عليه. عموما هو مو هالشكل اللي اريده، فاجي اعيده. هذا النقطة الأخيرة أبو عاد الزاوية على تجدي. بس يعني إيش هذا؟ هو شكل تقريبي، يعني مو رسام مضبوط حتى أعرف، أو مصمم إيش قضايا. فهذا هو الشكل مالتي، مال الباث اللي أريده. هذا أمسحه ما أحتاجه. أروح علي عازل سويب، أنا أريد أحفظ طبعا، فما يحتاج أسوي هذا سيرفس كذا. الباث هو هذا، صارت عندي هذه الإذن مال الكود. أوكي سبق، شنو اللي لازم أسويه؟ إنه أجيب هذه أخليها على واحدة من الصفاح مال الكوب، اللي هي خل أجرب الله يعازل الآن يشتغل أو لا. مش أقول هذا ويا هذا راح يكون سوا اليوم من الداخل. أقدر أقول له فليب ما أصلا فعلا مقلوب. المهم إذا الألاين تو هاي ما تفيد بهالشكل، فلازم إيش أسوي؟ لازم إيش أسوي؟ لازم أرسم في الدائرة بمكان معين أو بنفس هذا الشكل الأفضل، أو حتى دائرة ما لها علاقة. المهم تكون على الخارج مالته. ف هذا الشيء شلون اسويه؟ ما قلت لك ارجع على السكتش، حختار هالمرة هذا الوجه و اقدر ارسم خط من السنتر اذا اردت فد وجه مكان محدد بالوجه عندي. يعني هذا الخط راح استخدمه بس كجايد ارسم فوقه.
اوكي هذا بس قايد احسن فوقه، فراح اجي اذا اردت احدد المسافه منها في احسن خط طول معين. مثلا انا اريد الاذن تبدي من هنا، هي تقريبا هذا المستوى صح، اخلي هاي النقطه. اوكي شو اسوي هسه؟ حصلت اللي اريده، اقدر استخدم يا اما الالاين، سوري اذا الالاين طبعا لازم ابقى بالسكتش، واللي هو انه اجي ارسم اي دائره لا على التعيين، ما لي علاقه بالقطب مو شيء مهم، واروح على الالاين واقول له من هذا الوجه الى هذه الدائره. هنا هسه الاذن مال الكوب جت بشكل مضبوط. اوكي تشوفون هذا الاشكال اللي صار عندي، هذا اقدر اعالجه بالاكسترود. زين هسه هذا اللي اريد ادمجها، هذه وهذه، هذا السكتش مالي ده، هذه وهذه كومباين، واختار هذا وهذا، صاروا جسم واحد. بس هسه شنو صارت عندي مشكلة؟ هذه أقدر أسوي لها اكسترود، طبعا جوين تكون اوكي. بشوف هسه شلون صارت قاعدة. شوف هنا اكو فد ايرور صار عندي، اكو جاب هنا فتحة، هذا اقترب كلش راح القى اكو مسافة هنا على ما بتبقى، وهذا الشيء مو صحيح. فاني شو اسوي؟ راح ارجع قبل ما اسوي كومباين هذا المفروض هم اسوي الاكسترود، بس شلون هذا صاير فوقه؟ ايش اسوي؟ اسوي هايد لهذا، تشوفوا الكوب اسوي له هايد سوري، اجي على هاي القطعه هنا اختارها واسوي الاوبريشن جوين، اعطيها فد مسافه واقول له اوكي. صار فد شي خطأ. أخذ هذا وأختار هذا، أقدر أرجع بعد هنا الأوبريشن صارت جوين، رجعت هسه من دست اوكي. شوف اختفى منها جسم، اللي صار ذني عبارة عن جسم واحد، هذا مسيطر اني عليه فاقدر جوين. لا هني كلاشة ويختفي بداخل هاي الموجودة. هذا صار مع عندي كل جسم واحد وأقدر أطبعه. إذا كنت طبعا قلت لكم إذا غير اللون أقدر منه من الأبيرانس أختار ألوان. فابريك جلاس هذا لون الزجاج،
هسه صار اللون مالته على أساس إنه هو زجاج. تقدر حتى الداخل مثلا بس تغير وجهة صور. هذا المهم اي لون انا اريده منه انا اقدر اخليه. اقدر اعطي الوان خشبية، شوف حتى يعني خشب تقدر تسوي حسب تريد. هذا سويته أبيض مثلا، فهاي يعني هي تتحكم بالأبيانس مال الشكل. تمام حبايب، هذا كان آخر براكتس، وهاي كانت نهاية محاضرتنا. فاللي عنده استفسار خليه يتفضل يسأل. واضحة كانت هذا الشرح والتصاميم شلون صارت حبايب؟ اي استاذ، واضحة. أحد عنده أفكار كان بيها؟ استاذ، بس بالنسبة لمحاضرة شو بيها؟ باكر عيد، شنو هم ناخذ محاضرة؟ والله فاجأتني. اي والله، هسه هسه الطاقة اثنينهم طاقة، جماعتنا وجماعتهم. يا راجل اي لا هيك ما ترهم بعد حقك. اي مو صحيح. زين اوكي، احنا يعني باكر عقبه مثلا ماكو محاضره تصير يوم السبت، ماشي سبت هم عيد. ما يخالف ساعد مو لهالدرجه تصير. ايه خليه هون العيد. زين، يعني تصير يوم الاحد. مو اي يوم الاحد. تمام تمام ماشي، الاحد. مع انه عيد زين، شوفوا الطلاب خاف يعترضون خطيه، يعني قاموا انا مشي راي أحد عليهم. عنده مشكلة يوم الأحد؟ لا ما عندي. حبايب اللي عنده مشكلة خليه يقول. ماكو مشكلة، الحمد لله. ماكو مشكلة، تمام ماكو مشكلة.